أهلا بكم أحبتي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامج تحت المسمى الانتخابي. ضيوفي هذه الليلة المهندس نبيل جبار العلي عن تحالف سائرون، أهلا وسهلا بك. وأيضا الصحفي منتظر الزيدي عن تحالف سائرون، أيضا أهلا وسهلا بك. تحية لك ولجمهورك العزيز. دعني أبدأ معك أستاذ نبيل، تعريف لنفسك، السيرة الذاتية بشكل مختصر، رقمك الانتخابي ورقم القائمة، تفضل. شكرا أستاذ إدريس، وشكرا لضيفك الكريم، شكرا للمشاهدين. أعرفكم يعني بتعريف مختصر، المهندس نبيل جبار العلي التميمي، مرشح عن قائمة سائرون من حزب التجمع الجمهوري العراقي، متحالف مع في تحالف سائرون. مهندس مدني، نعمل بالقطاع الخاص، نمثل هذه الشريحة من المجتمع، القطاع الخاص ورجال الأعمال. ومنهاجنا السياسي هو تبني الليبرالية والمدنية طبعا بالتأكيد يعني. فهذا يعني مختصر عن السيرة. لكن نعم أستاذ نبيل، لكن يعني يبدو أن هناك شيء دفعك لأن ترشح في الانتخابات. أكيد إحنا مؤمنين بقضية أنه المثقف أو الواعي السياسي يجب أن يأخذ دوره بالعمل السياسي الديمقراطي بالعراق. يعني ما يترك المجال لرجال السلطة، مو رجال دولة، رجال السلطة اللي يحاولون يسيطرون على الوضع ومعاناة الناس هي بسببهم بالتأكيد. فهذا هو الدافع الرئيسي، انه لازم الانسان الواعي اللي يمتلك وعي سياسي او وعي اجتماعي ياخذ دوره بالعمل السياسي. نعم، انا اسمع ايضا برنامجك الشخصي، لكن خل اسمع الاستاذ منتظر زيدي، نبدأ عن حياتك، سيرتك الذاتية، رقمك الانتخابي، تفضل. تحياتي لك ولجمهور ومشاهدي ومتابعي قناة رشيد الفضائية. نعم، وللزميل العزيز نتمنى لك التوفيق. طبعا أنا منتظر الزيدي، مواطن عراقي عاش ولد وعاش وكبر في ظل بلد مليء بالأزمات، ابن الطبقة المسحوقة المعدومة المظلومة منذ 2003، وأنا أدافع عن هذه الطبقة المظلومة والمسحوقة المحرومة. ماجستير إعلام وبكالوريوس إعلام أيضا، رئيس مؤسسة الزيدي لإغاثة ضحايا الاحتلال الأمريكي بالعراق. وجيت لهذا البلد بعد فترة من المجيء والذهاب، الهروب والعودة، وكأنه في سلسلة مربوطة في أقدامنا، نحن اللي دينا نهرب من البلد فنجد نفسنا كمن يدور حول دائرة ومحورها مربوط بسلسلة برجله، وضرورة أن يرجع يعني بعد لا إرادة ترجع. الهروب إلى الوراء يعني. فكنت كل ما أجيت للعراق اعتقل وأطارد وأحارب، فأعود أدراجي. هالمرة قررنا العودة والمحاربة، محاربة الفاسدين من الداخل وليس من خلال الكتابات التي مللنا ومل الناس من عندنا. أصبح الناس يعرفون نعم فاسدين، والتالي وما الحل؟ كنا نتكلم وأنا أحد المتكلمين في المشكلة، مشكلة الفساد والتوريث السياسي والمحسوبيات والطائفية السياسية وغيرها. هذه هي مشكلة. طيب الآن أنا جئت لنتكلم عن الحل، الحل لهذه المشكلة، نسير نحو إصلاح هذا ما أفسده الفاسدون. طيب شنو عددت لهذه المحاربة؟ نعم، شنو عديت لهذه المحاربة؟ والله أدواتك شنو؟ أدواتي هي الإيمان بالله سبحانه وتعالى، وأن الشعب المظلوم سينتصر حتما، وأن الباطل ضعيف مهما كبر، مهما عنده أرمات وقطع ولافتات ومليارات وملايين تصرف على حملات الانتخابية. واحد معين لو الكل الطبقة السياسية الفاسدة، قل منين لهم هسه؟ احنا بسائرون، واقولها بكل فخر وشرف، شوف قطعنا بالشوارع ايش قدها بسيطة متواضعة صغيرة على قد حالنا، ولكن انظر قطع المعلقيها بالشوارع، شوف الإعلانات اللي بالملايين الدولارات، هاي من وين؟ هذا هاي صفقة. إحنا ما دخلت إلى الانتخابات قلت الكلمة التالية، أنا غير مستعد للصرف على الإعلانات وهاي الأمور الأخرى، لأني لا جاي أسمصر ولا جاي على المدراتب ولا جاي أسرق، أنا جاي أساعد المظلوم بمكاني في المعارضة، أساعد المظلوم وإذا كنت بالداخل. ولكن من يضع 26 مليون دولار و153 مليون دولار وغيرها وغيرها على إعلانات الانتخابات،
صفقة تجارية، رأس مال تحطه ترجع تأخذه منه. ولذلك نحن بكل تواضع أقول كل فخر في سائرون أقل الميزانيات الموجودة وتكاد تكون على حسابنا الشخصي تقريبا معظمنا. هذا دليل على أنه شنو، حتى أنا فتحت باب التبرع من الجماهير، أروح لمناطقهم وأقولهم بكل شرف وثقة لا جايين نعطيكم بطانيات ولا نوعدكم بالتعيينات الشخصية، نعدكم بالعدل، نعدكم بالإنصاف، نعدكم بمنع الطائفية السياسية والمحسوبية على حساب ديني وطائفي وعرقي وقومي، نعدكم أن نكون بين أيديكم. ولذلك طلبت من الناس أن يجمعوا لي تبرعات لحملة انتخابية إذا كنتم تريدون منتظر الزيدي يفوت بهذا الموضوع. طيب هاي ما حفيت بها السياسة قبل. أنا راح أسمع منك حواراتك ويا الناخبين، لكن أريد أسمع جزء من البرنامج اللي محضرة أستاذ نبيل. والله هي فرصة طبعا، بس احنا قبل لا نحكي عن البرنامج اكو لازم نوضح للجماهير مفهوم البرنامج السياسي عن البرنامج الانتخابي عن البرنامج الحكومي. طيب. طبعا هذا مفهوم غائب بالمجتمع ودا نكتب عنه ونحاول نشرح وعالم قليلة دا تحاول تستوعب هذا الشيء. نعم. مفهوم السياسي طبعا هسه كل احزابنا وكل التحالفات كلها تحكي عن مفهوم برنامج سياسي عام. نعم. التعليم والمدري شنو كلها متشابهه، كلها متشابهه بس هو حتى الاحزاب ما تتفهمه. يعني ما اعرف شلون احزاب هاي سياسيه غير تصير مختصه، يعني شو ظاهر يعني حتى زين انت ما تعلمتوا 15 سنه جيتونا ما عندكم امكانيه حزبي ما عندكم وما تعلمتوا لو ملتهين يمكن ملتهين بغير سؤال في استاذ منتظر يجيبني ما اعرف قصدنا. فاحنا نحاول شويه نوضح الموضوع عن البرنامج السياسي وبرنامج الانتخابي والبرنامج الحكومي. زين. البرنامج السياسي هو اهداف عامه يتبناها الحزب او الكتله او القائمه. يعني نحو تعليم افضل. زين. نحو اقتصاد بلد افضل او فد يتبنى فد مبدا اقتصادي او نظريه اقتصاديه معينه. زين. خدمات افضل، كهرباء كامل، ذني هاي اهداف عامه. هذا بالبدايه هذا يخلي اسمه نظام سياسي. هذا ممكن يتحقق بعد 4 سنوات 8 سنوات 10 سنوات 50 سنة ويبقى ثابت على هذا، يبقى ثابت طبعا يبقى ثابت. هو هذا البرنامج السياسي. هذا اللي يعده بنظام الداخلي للحزب او الكتله يعده هذا بالبدايه انه انا ترى هاي حتى لو ما يشارك بالانتخابات، حتى لو ما يشارك قصدي انه هو رؤيته يعني هي عباره رؤيه. اما البرنامج الانتخابي، البرنامج الانتخابي هو عباره عن مشاريع يقدمها الكتله او الحزب وينفذها خلال 4 سنوات. زين. يعني هو من يقول انا اريد اسوي تعليم عالي جيد بالبرنامج السياسي بالبرنامج الانتخابي يقول انا حبني لي 10 جامعات. طيب لازم هيك بهالتفصيل يدخل بتفصيل. تقول انا اريد انا اسعى لبناء 10 جامعات. زين. هذا كمثال بسيط يعني. والبرنامج الحكومي يختلف، هم يختلف. البرنامج الحكومي يوم اللي الكتله تفوز بالانتخابات تحاول تقدم تفصيل ادق، يعني حصل عندها مبنيه على دراسات وحسابات. يعني هل العراق ممكن يبني 10 جامعات مثلا امكانياته مثلا يعني عمود يعرف انه هذا البرنامج الانتخابي يطبق. هذا تفصيل جيد، لكن انا البارحه شخص كان قاعد بمكان حضرتك اتكلم انه ضروره تقديم البرنامج الحكومي قبل الدخول الى الحكومه، هو حتى يتم دراسته في داخل مجلس. هو طبعا اعداد استاذ العزيز، طبعا هو هذا الاعداد لو موجود كان لقينا الاحزاب والسياسيين يركضون ورا الكفاءات، يركضون ورا مراكز الدراسات ورا المراكز البحثيه اللي يستفادون من عندهم. طيب. مو العكس. حلو. هسه الكفاءات تركض بلكي تحصلها شيء، هو المفروض العكس. يعني ما كان الانسان هو ما يمتلك كل العلوم وكل يعني هاي كلها اراده تعرف طبعا. فكان حتى مراكز الدراسات والمراكز البحثيه كان والجامعات الرسائل الطروحات الخاصه بالماجستير والدكتوره ذن كلها كان واحد يركض وراها، يعني كسياسيين يركضون وراها. طيب. كان صار عمل حقيقي، يعني هو هذا. طيب. هذا العمل السياسي بالديمقراطيه. جيد. انا ايضا اريد اسمع منك مختصر عن برنامجك اللي انت جايبه حتى المشاهد يطلع عليه. وبصراحة لكن خل اسمع الاستاذ منتظر، يعني جديده ما الواحد يطلب مساعدات من الناخبين. اي والله قلت لهم بصراحه انا جايب اصواتكم وجايكم بناء على دعوه وكل شرف انه الناس هي تدعيني مو انا اروح لها اجمعهم. فقلت لهم انا باصواتكم اصعد، اجمعوا لي تبرعات حتى اكون انا صعدت باصواتكم وصعدت باموالكم بسهوله تامه، انه تجيب المليون والمليونين دولار
هسه الان حملتك الانتخابيه ولكن تبيع جزء من نفسك، تبيع قضيتك، تبيع قرارك السياسي المستقل اللي انا صارعت 10 سنوات واستعصمت 10 سنوات الماضيه حتى يكون قرار منتظر او اراء منتظر نابعه من الحس الوطني الداخلي وليس مجامله لهذا وذاك. بكل شرف ربما ولا زلت انا اسكن ايجار، ولكن بكل فخر اقول ما حد يمون علي يشيل علي تليفون يقول لا تتكلم على فلان او لا تحكي على فلان، سواء دوله او حزب او سياسي او شخصيه، اتكلم بما المسه من اوجاع الشارع العراقي. لذلك حينما طلبت انه التبرعات من الناس وبالفعل بعض الاصدقاء وبعض الاشخاص والله جمعوا تبرعات لبعض اللافتات الاعلانيه، بعض الاعلانات على السوشيال ميديا، وحتى انا قلت التبرعات ايش قد هي راح اجمعهن جزء من عدهم يعني فد 10,000 احطها برواز وعلقها، لان هذا شرف عظيم الي انه الشعب هو يدعمك، بينما الشعب يبصق على السياسيين، مع احترامي للكل واحترامي للبعض، يبصق على البعض حينما ياتون اليهم جالبين معهم المساعدات. انا ما اعطي مساعدات الناس، وبعض الناس يجوني على صفحتي الشخصيه ويقولون احنا ننتخبك مقابل، اقول لهم لا اسف، انا عهد على نفسي لن استغل اي انسان، مو بس الانتخابات وحتى خارج الانتخابات، واللي يريد من عندي شغله اخيره بين اثنين اذا اقدر اسويها، مثلا مظلوميه شغله كذا بسيطه، يا اما اسوي لك اياها وما تنتخبني، يا اما تنتخبني وما اسوي لك اياها، انه انا استغل حاجه انسان لحاجه شخصيه لا ابقان الله. هذا الموضوع جدا انسان، انا اعتبر طبعا انا مو سياسي بالدرجه الاولى قد ما انا انساني. وطبعا الانسانيه ويا السياسه ما ترهم هواي. زين زين منتظر انت تنزل للشارع ودا تشوف ناس ودا تلتقي بجماهيرك، اكيد اكو رده فعل يعني دا تلمسها لمس يد، انت شاب وربما المرشحين ايضا او الناخبين عفوا لا يريدون الوجوه القديمه، هذه دا تكسبك بعض المعنويات، دا تزيد من معنوياتك في هذا التوجه؟ والله تزيد من مسؤوليتي يا صديقي وزميلي، تزيد من خوفي على نفسي على المرحلة القادمة، هل سأمحي تاريخي كله مقابل عضو مجلس النواب ولن أستطيع أن أقدم شيء؟ لأن بعض الناس يحملك أمانة، مثلا صديق اسمه طه ويسمعني يمكن يقول لي أنا أبوي استشهد قتلوه الأمريكان، اروح اعطيك صوتي واحملك دم ابوي. طيب هذا الـ هذا الـ هذا الـ الثقل، ثقل كبير. بعض الاحيان والله اقدم رجل ورجع رجل، اقول يعني هل استطيع ان اقدم؟ هل سابقى منتظر زيد اللي حبته الناس وهو بين الناس؟ هل استطيع ان اواجه هؤلاء؟ نعم، انا من نفسي وبثقتي بالله عاليه، لا انا راح اواجههم بكل ما استطعت من قوه. وقايلها واقولها الان كسائرون وكمنتظر، نحن لا نساوم ولا نشترى ولا نخاف. راس مالهم، اقول لهم يابا راس مالهم يدزونهم واحد من هذول الزعران مالتهم، رصاصه واحد يخلصكم من عندي، غير هيك بس الله يخلصنا من عندهم، خلصكم من عندي غير الطلقه هاي سوى. ولذلك لن نساوم على حقوق الشعب المظلوم، مليارات تصرف وتسرق وتذهب الى دول الجوار، وهذا احد الاشياء اللي جابني للعراق. اطلعت بشكل واضح، بشكل واضح ورسمي ومن شخصيات، وان شاء الله بعد الانتخابات لا اخشى ان اقول اسماء، مو انا مو مثل نائب فلان او علان الحراميه اللي يقول لك لن اذكر اسماء، لا اذكر اسماء، صار عندي حصانه بعد ما حد يقدر يحكي وياي ولا حد يسوي لي دعوه علي دعوه، اذكر اسماء وشخصيات واجيب شخصيات من خارج العراق واطالب بالانتربول وبالمحاكم العراقيه والمحاكم دول الجوار. بعد ماكو موضوع ان الخوف، ما عندي شيء اخاف عليه، قلت لك ما عندي شيء اخسره، بنتي رب العالمين هو يتولاها تعيش، بعد منو عندي؟ والدي والدتي متوفين، يعني ما حد يخاف علي ويبكي علي. عرفت؟ لذلك اقول بعد الانتخابات ساعمل على ملفات شخصيا كمنتظر الزيدي، اعمل على ملفات دول الجوار. كل عراقي عنده عقارات لو اموال بدول الجوار اريد كشف عليهم، ومن اين لك هذا؟ طيب خلينا نسمع جزء من برنامجك استاذ نبيل. اي استاذ العزيز، استاذ منتظر تدري هي
يعني بالدول الدول اللي مستقره وكامله يعني البرنامج يصير مجموعه نقاط. نعم. يعني هو بعض الاصلاحات تعديلهم يعني هو ما الامور حياه ماشيه زين، فبعض التعديل. بس احنا هنا بالعراق يعني اذا تريد تعالج قضايا يعني ايش قد تحتاج لك البرنامج الانتخابي؟ فهاي طبعا تواجه الناس المصلحين انت يعني يصير فيك اي نعم هو اذا وصل لك انه فتواجه المصلحين مين يبدي يعني هواي المجالات القطاعات كلها يتعاني وبيها ويراد الحلول من اختصاصك انت طبعا بس انت تتزاحم اليوم عندك الاعلانات والدعايات فانت تتزاحم شلون تطرحها فاحنا نحاول نقدم يعني النقاط المهمه اللي من البرنامج الانتخابي طبعا نريد شويه نبسطها للناس نقول احنا اكو اصلاحات سياسيه واكو اصلاحات اقتصاديه بالدرجه الاولى الاصلاحات السياسيه سائرون بالاجماع وباعضائها هي اللي تحاول تكفل بهالموضوع شنو الاصلاحات السياسيه ايش سائرون تحمل مبدا المدنيه احنا نريد نبسط على الناس مبدا المدنيه هذا المفهوم ما نريد ندخل في فلسفتها السياسيه يا اخوان ترى المدنيه بمفهومها السياسي معناها تطرد الحزب المتبني طائفه وانت تصير مكانه تطرد الحزب المذهبي اللي يتعامل هذا شيعي وذاك سني من اللي يتكلم بهذه النظره هاي اصلا هو المفهوم المدني يعني تتبنى مبدا المواطنه زين ليش نفترض انه هاي الحكومه الحاليه هي حكومه اسلاميه او حكومه هو ليست مدنيه هو على الاقل هو بالضبط هو مو موضوع اسلامي ومو اسلامي موضوع اكو عنصري لو مو عنصري يعني اللي تعنصر المذهب شنو هذا هذا مو مدني اللي تعنصر القوميته شنو هذا هذا مو مدني هي هاي ترى تعاريف طيب ليش المدنيه هي ضد الدين اطلاقا مو ضد الدين بس هي ما تقبل انه واحد يعني يتبنى فد مبدا مذهبي او اسلامي او ديني يعني تبناوي يعني يتعامل على اساسه طيب. هي لا هي مواطنه تعتبر كل المواطنين مواطنين هذا البلد هم مواطنين لهم حقوق وعليهم واجبات زين فانت اليوم تدخل السياسه شنو مصلحتك السياسي بالمدنيه مو هاي العالم بس بدك تتعامل ويا المدنيه غير تعامل يعني تصورها غير تصور زين تصورها لا اسلاميه لا اسلاميه تدعو لل اي تدعو لل المشروبات والخمر وهاي التفاصيل اللي ما لها علاقه يعني يعني كبار رجال الدين متبنين المدنيه ليش بيعرفون يعني معناها ما مسؤولين هم عن كلامهم هذا مسؤوليتكم ربما في التثقيف تثقيف الشارع احنا هذا هو ما هي المدنية فرصه هذه فرصه نسولف بها فانت من تدخل اصلاح سياسي شنو معناها معناها هاي المحاصصه على اسس الطائفيه تلغيها يعني من يصير عندك فت كتله قويه بعد هاي تدمر هذا تبلشها اللي ايش قد بها مساوئ ايش قد دمرت العراق انا جمله البارحه ذكرها احد الضيوف يقول انه الطائفيه جريمه مخله بالشرف يعني هذه لو تركز ايضا في برامجكم الانتخابيه واحد البرامج تشريع قانون اللي هو مناهضه الطائفيه السياسيه والطائفيه حتى الاجتماعيه هسه الطائفيه الاجتماعيه الحمد لله يعني شوف احنا مجتمعنا اليوم كل المؤشرات كلها تقول لنا بس هي من بده يزرعها من بده ينميها من بده يسقيها طيب هي السياسه المستفيدين منها السياسه السياسه الطائفيه فاحنا شنو اول اصلاح سياسي انت تركز انه دخولك داخل البرلمان تحاول تسوق احنا لمشروع عابر للطائفيه حقيقي طيب. مو عابر مطعم مطعمي بشخصيتين طيب. ثلاثه ويقولون طيب. هذا عابر للطائفيه طيب استاذ نبيل استاذ منتظر كنت اود ان اسالك من اين ستبدا لكن سبقتني انه انت محضر ملفات وتريد تطرحها بمجلس النواب يعني راح اشوفك بلجنه النزاهه والله انا اتمنى واحده من الثنين اما يعني انا 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 كصح تنفيذي ما اريد ما تريد تنفيذي لا ما اريد لو يعطوني وزير الداخليه لو وزير الخارجيه ما اريد ما تفيدني لان رحلته بوزارتي واترك ما لحق اتابع بقيه الوزارات طيب. ولكن لما اكون انا تشريعي ورقابي رقابي حتى على سائرون باشر المهندس اذا صار وزير ادور وراه والصغيره والكبيره زين هو زميلي واخويا وبنفس القائمه انا وياه بس ولكن اخشى عليه قبل ما اخشى من عنده بس اذا صرت وزير زميله ما اقدر احكي وياه لذلك عندنا هذا المرض السلطه مرض الكرسي الا كنا وزراء ماكو معارضه سياسيه ماكو معارضه ذاتيه ماكو رقابه ذاتيه كنا نريد نصير بالحكومه تشوفها على مدى السنوات الماضيه الكل بالبرلمان والكل بالحكومه والكل يتصارع مع بعضه وواحد يسقط بالثاني وواحد يضم للثاني لا المرحله القادمه ان شاء الله خير لذلك أنا أقول لك وجودي بإحدى اللجان يا أما لجنة حقوق الإنسان يا أما لجنة الخدمات يا أما لجنة النزاهة
عرفت شلون؟ هذني اللي اعتقد انه ممكن اقدر اقدم للانسان فقط. يعني هسه هذا الكلام عن العلاقات الخارجيه وعن هاي الامور كلها ترف فكري في مرحلة الناس جوعانة. المعدة الخاوية لا تستمع لصوت العقل يا صديقي. إنه إحنا الآن عندنا شعب جائع ومسروق ومنهوب، ونص شعبنا صاروا شهداء البارحة، ضحايا وأبناء الشهداء من الحشد الشعبي وغيره يظاهرون، بينما القيادات التي راح ضحيتها هؤلاء الشهداء يضربونهم البارحة، طردونهم بالليل. صحيح. فلذلك هنالك ظلم واسع، وهنالك فرق واسع بين النظرية وبين التطبيق. النظرية الإسلامية لا لبس عليها مع احترامي لكل النظريات الليبرالية والعلمانية والماركسية، ولكن النظرية الإسلامية هي نظرية سامية، ولكن التطبيق من الأحزاب الإسلامية. ربما زميلي يتحرج في بعض الأشياء لأن هو يتبنى الفكر المدني. طبعا احنا كسائرون لا نتبنى فكر كامل لدينا الإسلامي ولدينا الماركس العكسة، لدينا الليبرالي الذي عكس الماركسي. طيب. تبهت؟ تمام. شوف الفكر وين؟ ولكن نحن نتفق على مفردة واحدة اسمها الوطن. طيب. من هذا المنطلق إذا ليس هناك خلل في الدستور اللي جعل إنه المصدر الرئيسي للتشريع هو الدين الإسلامي، والانطلاق يبدو بالتوجه مدني. ليش هناك من يعني يضع علامات استفهام على هذه النقطة تحديدا ويطالب بالذهاب إلى أبعد من هذا وتغيير الدستور؟ شوف الوحدة وحدة. مثل ما فضلت وقلت لك أنه إحنا الإسلام هو قبل لا ينزل الإسلام نحن لدينا التشريع الأخلاقي والعرف الاجتماعي. يعني إحنا ما تلقى بالأسواق واحدة مثلا عفوا تلبس بنطرون ربع جينز وتمشي بالشوارع وبالمايو، هذا مو إسلاميا نمنحها، عرفيا وأخلاقيا واجتماعيا. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق، نحن متفقين على هذه. ولكن في ظل الأحزاب الإسلامية التي تحكم، قبل شوية تحرج عنها الدكتور، لا، التي تحكم هي الأحزاب الإسلامية 14 و15 سنة. مو هو هذا كان سؤالي بكل فروعها. تفضل شوف الخمارات وبيوت عفوا الدعارة عفوا على هالكلمة والديسكوات بالليل. أفتر بغداد ما كانت هيك حبيبي، على مر بغداد قبل لا تجي الأنظمة الجمهورية وأيام الدستورية الملكية وقبلها العثمانية، ما كانت حبيبي بغداد الشوارع كلها مليانة ملاهي ليلية؟ وين هم الأحزاب الإسلامية؟ الغطاء العام شيء عليهم. عندنا أحزاب إسلامية. مستوى الفقر في العراق أعلى مستويات بمن؟ في ظل الأحزاب الإسلامية، مو الإسلام، براء منهم الإسلام. وأنا أتحمل كلامي هذا يعني بعيدا عن سائرون كمنتظر الزيدي كمرشح. أقول هذا براء من عندهم الإسلام هؤلاء الفاسدين. نسبة الفساد في العراق أكثر نسبة فساد في طول حياة العراق من قبل تأسيس الدولة العراقية هو أيام الحكم الإسلامي، الإسلاميين السنوي الشيعة، واللي ما يعجبه خليه يضرب راسه بالثاني. هذا كلامي أنا مسؤول عنه. كلهم فاسدين وكلامهم أخي. لذلك نحن نريد علمانينا وشيوعينا وإسلامينا الموجودين بسائرون، نحن نريد أن نبدأ خطوة بخطوة. بيتنا مهدم يا صديقي، البيت سينهار. هل تعلمون يا شعب العراق، هل تعلمون أن الآن الرواتب تصرف من الاحتياطي البنكي الموجود عندنا؟ وأكيد أنت عندك هذه المعلومة. من الاحتياط عندنا. لذلك نقول التالي، نحن لا قد نختلف بقضايا فكرية مع الآخر، ولكن نتفق على وحدة المصير. نحن كنا بمركب واحد. وثانيا يعيبون مثلا عن الاستقامة، أنا كممثل عن الاستقامة كنائب عن الاستقامة، يعيبون عن الاستقامة أو سائر مقتدى الصدر مع حفظ الألقاب السيد مقتدى الصدر، مقتدى الصدر يتحالف مع شيوعيين وما أعرف شنو هذا الكلام. أيوة. طيب أولا السيد مقتدى الصدر ليس أول إسلامي يتحالف مع شيوعيين. راح أذكركم بال2003 لما دخل الاحتلال الأمريكي للعراق جلست على طاولة واحدة في مجلس الحكم مع شيوعيين. وأذكركم أيضا يا إسلاميين يا مدعين الإسلام في أيام المعارضة في مؤتمر أربيل وفي مؤتمر صلاح الدين وفي مؤتمر لندن وغيرها من المؤتمرات كان شريككم في الجلسات هو الحزب الشيوعي العراقي، صح لو لا؟ وكان أيضا حاضر في الجمعية الوطنية. نعم نعم نعم، هذا فيما بعد. فذكرت في مجلس الحكم وكذا إلى آخره. إذن نحن لما تقولون هذه الكلمة، وثانيا وهذا أهم من الأولى، الحزب الشيوعي حزب عراقي ما جاينا من برا، الحزب الشيوعي هو أبناء العراق. لذلك نحن نتفق وياهم، وإن شرفا نقول نتفق وياهم على حب العراق، نتفق وياهم على نبذ الطائفية، نتفق وياهم على
على على نبذ العنصريه. طيب انا راح ارجع لك بالمسميات اريد اركز بيها، والاحزاب اللي بدلت اسمائها من الاسلامي الى مسميات اخرى قريبه من المدنيه، لكن خل اسمع راي الاستاذ نبيل. تحدث مواضيع كثيره استاذ منتظر. كثيره وخذ وقتنا يا استاذ منتظر يعني، بس هو يمون علينا لا لا العفو يمون علينا، واحنا ممنونين من العلم. لا اقول لك شغله عفوا، انت دفها براسي اي شيء ما تقدر لا تدفها براسي جد لبيس. لا ان شاء الله موفقيه ان شاء الله، واحنا نكيف نفرح بيك استاذ. نعم. احنا بس شويه بعض النقاط المهمه نريد نوضحها. نعم تفضل. طبعا المدنيه التحالف سائرون هدفه او المدنيه، وانا بالبدايه وضحت شنو المدنيه السياسيه. نعم. بس هي المدنيه شنو؟ هي مو فكر. ترى مو فكر هي. نعم. هي نظام حكم. طيب. نظام حكم وين؟ بالانظمه الديمقراطيه. يعني ممكن. تطبيق عملي بالانظمه الديمقراطيه. ممكن ينفذها اسلامي؟ طبعا جيد، كلش طبيعي. حلو. زين. يعني هي تبتعد عن العنصريه السياسيه. طيب. والعنصريه الاجتماعيه، يعني تحضرك الاجتماعي وتحضرك السياسي. زين. من تبتعد عنها هي المدنيه. بالمناسبه الدستور العراقي هو دستور مدني بامتياز. الماده 2 من الدستور شو تقول؟ تقول دين الدوله الرسمي هو الاسلام. لكن للماده 2 ثلاث شروط. كل قانون يشرع بالبلد يجب ان لا يعارض ثوابت الديمقراطيه، رقم 1. رقم 2 كل قانون يشرع يجب ان لا يعارض الحقوق والحريات العامه. ثالثا كل قانون يشرع يجب ان لا يعارض ثوابت الاسلام العامه، ثوابت الاسلام العامه مو تفصيليه، احنا مشكلتنا ترى بالتفصيليه. طيب. يعني هم لو متفقين خلي ياخذون لهم يرسمون لهم نظام، هم ما متفقين، ولهذا احنا المدنيه هي الحل، فاحنا ما تتعارض الاسلام. اذا كل قانون بالعراق، وهي احنا ان شاء الله كمدنيين نستغلها. كل قانون بالعراق لازم ما يخالف ثوابت الديمقراطيه، ولا يخالف مبادئ الاسلام العامه، ولا يخالف اي حقوق، انتزاع اي حقوق وحريات عامه. اذا هذا دستور مدني لو مو مدني؟ تمام. دستور مدني بامتياز. أنا أسألك سؤال، انا اسالك استاذ نبيل. نعم. هل القوانين التي شرعت تخالف هذه الانظمه؟ طبعا اكيد، يعني اكو اذا نحتاجين بعض المراجعه يعني. يعني اكو تصور اكو اشتباك بالقوانين، اكو تشابك قانوني في داخل المجلس. طبعا طبعا هي مرات بالجزئيات، مرات يعني هي بالجزئيات شويه اراده لها. طيب انا كنت اريد اتحدث وياك عن قضيه خاصه بك، يعني كمهندس مدني وعامل في ساحه مدنيه لم تنضم. نعم. الى واقتصاديه. اقتصاديه. نعم. شنو اضافت لك هاي التجربه؟ وبيش تنصح الناس ان تذهب؟ الناس اليوم اكثرها من تحكي وياه يقول لك انا التعيين بالحكومه. تعيين؟ تعيين داخل الحكومه. نعم. شلون ممكن ان نتحول من هذه النظره التعيين داخل الحكومه الى التعيين في القطاع الخاص؟ استاذنا العزيز، الدستور العراقي اللي انكتب وحده من اهم فقراته اللي هي تحكي عن الاقتصاد. نعم. تفترض انه الاقتصاد العراقي هو اقتصاد سوق حر. زين. خلال هال 15 سنه اقتصاد سوق حر يعني اقتصاد رأس مالي. هذا تفرضه. خلال 15 سنة أي سياسة اقتصادية ماكو. أي رسم سياسة اقتصادية ما موجودة. يسموه اقتصاد ريعي، طبعا ريعي بالموارد مو بالنظام. مو بالتخطيط. لا مو بالتخطيط. ما غايب من التخطيط. احنا سابقا كان نظامنا نظام اشتراكي. هاي شو وقت سابق؟ قبل 2003 نظام اشتراكي. زين. نظام الاشتراكي يعني يعتمد القطاع العام هو القطاع الاساسي والرئيسي. فالاعتماد على الوظيفه بشكل رئيسي، والسوق الغير منتظم هو البقيه. طيب. هذا سابقا. حاليا المفروض مفترض انه احنا اقتصاد سوق حر، هذا السور لازم احنا كنا نلتزم به. شنو هسه احنا من اقتصاد السوق الحر شنو رسم سياستنا؟ ما عندنا. هسه دا يحاولون مؤخرا يفرضون ضرائب، يفرضون رسوم، طبعا هي فرضوا وهاي اخر شيء بالموازنه قرت. الحلاقين اي فرضوا 5 مليارات يسحبوها من السوق، وطبعا هاي كارثه. 5 مليارات هي وين السوق ترى يبي 5 مليارات؟ وين بي السوق 5 مليارات يعني دولار تسحب من عنده ضريبه؟ يعني هل التداول يعني يفرضوا 5% او 10%؟ هذا راح يقلص التداول بالأمريكا. ليش هو ايش قد التداول؟ التداول داخل السوق العراقيه ايش قد؟ يعني هو من ده ياخذ اذا 5 مليارات يعني ياخذ اذا فرضنا 10% معناه تداول بالسوق 50 مليار؟ 50 مليار دولار تداول بالسوق؟ ماكو. وين هذا؟ وين موجود؟ دي يفرضها من مولات وحلاقين. يعني طيب. هذا اللي دي يحسبه، هذا يعني دي يعرف طيب. عنده تحليل للسوق. طيب راح فانا هذا خوش مدخل استاذ ادريس، انا راح ارجع لك بهذا المدخل. إيه بس خوش مدخل اقتصادي على مدة نحكي عن الاقتصاد. تمام. اي بالضبط راح ارجع لك عليه، وايضا ارجع لزميلي منتظر، لكن اسمحوا لي اخذ فاصل احبتي المشاهدين، فاصل ونواصل.
لكل رسم حكاية، وللثمانين أسرارها. مواقف وعبر، وللتاريخ لسان. حسن العلوي يغوص في الماضي القريب. وللعمر محطات، له رأي ونظر، فاجعل من الإصغاء فنا، لأن الماضي لن يعود. اهلا بكم من جديد احبتي المشاهدين. استاذ منتظر، اعود لك. تحدثنا عن الاحزاب السياسيه والاحزاب الاسلاميه بشكل عام، بدات تغير منهاجها، تغير صبغتها، حتى الاسماء تغيرت، اكو ذهاب باتجاه المدنيه. هل هي محاوله لمغازله الشارع ام هي محاوله للتسلق مره اخرى الى السلطه؟ هو شوف، الطائفيه الاحزاب الانتهازيه اسميهم، احنا نقول تعريفنا للأحزاب الانتهازية هي أحزاب طفيلية حربائية، أي تتلون بأي لون تصل قريبة عليه لكي تأخذ حصتها. طيب. فهي في البداية كان الشعب تواق إلى الشعائر الحسينية وإلى زيارة أهل البيت، كانت هي ترفع شعار أهل البيت وعليهم السلام وكذا، والمرجعية الرشيدة وإلى آخره. بعدين الآن صار العالم تنظر إلى أن الشباب يجب أن يأخذ دوره، فجأة جابونا وجوه كالحة من أبناء أخواتهم وأبناء أخوانهم وأبناء عمومتهم وحطوهم زنعني على أساس أنهم غيروا. الناس تداعي وتطالب بالمدنية كدولة مدنية لا تميز بين الإنسان والآخر على حساب طائفي ومذهبي وديني وقومي إلى آخره. فهم الآن أيضا شالوا الإسلام على جهة وحطوا شنو، احنا المدنيين. فهؤلاء يتلونون، ولكن اللطيفة والحمد لله رب العالمين الشعب اصبح اوعى منهم، يعني عرفهم. يعني من المحزن ان يقود هذا البلد العظيم، وبكل فخر اقول هذا العراق، يقودون مجموعة من الكذابين، يخرج بالتلفزيون، هذا قادة احزاب دولة، دولة قادة دولة، يطلع بالتلفزيون يقول كلام يناقضه بلقاء ثاني، يخرجون سنفعل كذا وكذا وكذا بالانتخابات اللي قبلها، وتفوت الانتخابات يخرج واحد احدهم والان هم مرشح، البيت لكل عراقي وبيت مخرفين، انتم شنو بيكم شيء؟ يعني معقوله تضحكون على ذقون الناس وترجعون؟ والله انا اذا ما قدرت اقدم شيء في هذه الدوره البرلمانيه، والله احافظ على شرف كلمتي واقدم استقالتي واحترم نفسي واطلع. إنه بيرجعوني يرشحون من جديد. هاي المشكلة، هذول مجانين، أصبحوا مجانين بالسلطة، الله مسخ منهم العقل، سبحان الله. والله العظيم إذا أتى الله، إذا غضب الله على قوم، هذا قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، إذا غضب الله على قوم آتاهم مالا حراما، وإذا اشتد غضبه عليهم بارك لهم فيه. هذول دي يشوفون، وإذ قيل لهم لا تفسدوا في الأرض شو يقول لك؟ إنهم مصلحون. هؤلاء شوف لي واحد يقول لك والله أنا غلطت، شوف لي واحد يقول لك والله أنا قصرت، شوف لي واحد قال لك والله انا اخطات، ماكو. كلهم انبياء ومعصومين، وكلهم كانوا وعرقلوهم، والمؤامرات الخارجيه وما سمونها، على من يضحكون؟ اذا قيل لهم لا تفسدوا في الارض قالوا انما نحن مصلحون. قل هل انبئكم بالاخسرين اعمالا الذين ضل سعيهم في الحياه الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا. هذول تفضلهم، هم يقولون احنا احزاب اسلاميه احدثكم بالاسلام والقران الكريم. شوف الحزب قال لك انا غلطان. لا، هم اعترفوا في بعض الأخطاء حتى في لقاءات تلفزيونية، لكن يبدو أنه تراجعوا عنها، قالوا أن احنا كنا من نصلح للسلطة، يقولون كلام ويناقضوه. المشكلة المحزن يا زميلي العزيز أنه في الانتخابات، في خضم الانتخابات وبعد الانتخابات والتسنيم، في لحظة نشوة خمر
أو 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 نشوة نصر أو نشوة تأنيب ضمير أو حقيقة فالتة من بديهياته ومن عندياته. يقولون كنا فاسدين، كنا مستفيدين، وكنا أخذنا من الكعكة، وشفنا فلوس الكعكة صارت قطع دلالة للمرشحين فوق البنايات. اللطيفة أنا ردت أروح أحط لي لوحة، قلت هاي شو كل السياسيين، ما معقولة هالقد غالية، بحيث كل السياسيين حاطينهم فوق البنايات حديد وما أعرف شنو قطع كبيرة. ليش بالله؟ والله أنا رحت أسأل يابا شوفونا الشباب بيش سوونا. والله بصراحة غير أقول لك إياها، إذا أجيب قطع اللي أنا مسوي لي إياهن، قطع مسوينهن مالتي، إذا لزقت وحدة بوحدة على طولهن يمكن تطلع بس وجه واحد بلا الحديد وبلا إيجار العمارة. زين بيش 15 و20 مليون دينار عراقي القطعة الوحدة هي وإيجارها، طبعا إيجار العمارة والحديد اللي يكفي له 4 بيوت تسليح زين والفليكس زين وجهه قفه زين. هسه هذا استخدام مال سياسي، يعني انت يعني منتهي من هذا الموضوع، لابد انه هذا يكون له تدخل بالمال السياسي صح؟ طبعا 100%. تمام خلينا نرجع للموضوع الاقتصادي. الموضوع الاقتصادي الموضوع الاقتصادي موضوع كبير طبعا وبيه مشاكل، وحتى قانون الاستثمار يعاب على العراق انه لا يزال فيه تخلف في هذا القانون، لم يحبك بشكل جيد. انت ذكرت نقطة مهمة جدا هي قضية سحب الأموال من السوق والضرائب وما إلى آخره، إلى أي مدى ستؤثر هذه سلبا أو إيجابا على ميزانيات الدولة؟ أستاذنا العزيز طبعا هو الاستثمار يعني جزء يسير من الاقتصاد. نعم. والاقتصاد طبعا عندنا مشكلة احنا بفهمه، يعني اكو اقتصاد دولة واكو اقتصاد قومي، يعني اقتصاد قومي للبلد. اقتصاد قومي اقتصاد الدولة اللي هي تصرفوه على على الدولة، على مؤسسة الدولة وموظفيها. زين. واقتصاد القومي اللي هاي كل الناس البقية عايشين به. آخر تصريح أحد المستشارين الحكوميين الاقتصاديين يقول إحنا ده نصرف 4 الرواتب لأربع ملايين موظف وثلاث أربع ملايين إلا ربع 3750 متقاعد و250 ألف للرعاية الاجتماعية. هاي 8 ملايين. عدود كلها 8 ملايين. زين الشعب العراقي شقد عدده؟ 35 الى 40 مشقد باقي 30 الى 32 مليون. ذول مينهم؟ ذول على فتات الموظف، على طبعا هاي الاربع ملايين والبقيه على كل الايراد، وهذا اللي يسموه ريع يصرفوه على مجموعه من الناس. بتشوفك طبقه الطبقه المتوسطه دي تحاول يعني تنسي المستوى الاقتصادي، عنده قطعه كبيره باع نصها باع نص بيته عم يشتري له سياره، هو يدرون ايش يصير له؟ ما يدرون. يقولون العالم عنده سيارات، العالم شنو تتوقف عن الحياه يعني؟ طبعا تستمر حياته. هذا وين الاقتصاد؟ انا ليش دا اصرف على الدوله؟ هسه انت تريد تقول انا الاقتصاد سوق حر وتفرض ضرائب، الضرائب تفرضها من تعطي كل الايرادات للناس. صح. تفرض ضرائب تمشي بها دولتك. شو انت هسه بعد ما مكفيتك بدها تنزل اسعار النفط، ما كفت النوبه الفلوس اللي دا يحصلها شوي صار اكو عجز عنده، قام يريد ضرائب. يعني افهم من كلامك انه هذه الضرائب هي مساس بالمال الخاص للمواطن؟ طبعا انت تعطي حقوقه، تفتح له سوقه، تفتح تسوي له تشريعات، تسوي له عمل، خلي له يعني خلي الامور تمشي، عود بذاك الوقت تاخذ، ومن تاخذ ضرائب لازم انت ما تاخذ من الايراد النفطي، يعني ما تاخذ بهالمستوى. زين. الإيراد النفطي لمن يتوزع؟ سيد العزيز الإيراد النفطي لمن يتوزع؟ البعض كان يتذرع بقضية الضرائب ويقول إنها مقابل الخدمات المجانية اللي تقدمها. وين الخدمات؟ اليوم وين كل الخدمات بدأت تتحول إلى خصخصة. طبعاً أنت ليش هو فرض الرسوم والضرائب والجمارك والكهرباء الخصخصة؟ طبعاً خصخصة هم مالها يعني هذا موضوع كبير، وهذا يعني خصخصة شنو؟ خصخصة جباية؟ روح سوي الإنتاج، روح طي استثمار انتاج، هم يقولون شراكه يعني. هذا لا هو جبايه، هي مشاريع جبايه، يشد له وايرين كيبلين ومحولتين ويجي ياخذ. وش قد هي الشركه المتقدمه؟ ايش قد عندها؟ ايش كم موظف؟ 10 20 موظف، وده تستغل مقر مال توزيع مال دوله مال وزاره الزراعه مال وزاره الكهرباء العفو. هو هاي جبايه ده تعطيهم مليارات، ده يعطيهم حدود ما بالضبط. زين. يعني زين. حتى احنا ما نصير سوداويين وما نصير سلبيين، شخصنا الخلل، برأيك شنو الأشياء اللي ممكن هو رسم سياسة اقتصادية، يعني عادة النظر الواردات النفطية لمن؟ الواردات وزعها على كل العراق وفرض ضرائب. زين. وزعها على كل العراقيين وفرض ضرائب، والضرائب مول بها حكومتك. مول بها حكومة ومؤسسة دولة، هنا راح يبين بعد ما يقدر يصرف زايد على امتيازات نواب وامتيازات مدري شنو وامتيازات كذا وكذا، هنا تبين. هنا راح تبين. لعدي هاي الدول، اي اوروبا، دول اوروبا اغلبها عندها موارد
نفطيه مباشره. اكو يعني افكار لتعظيم الموارد، راح احكي بتعظيم الموارد، لكن اريد اسمع من استاذ منتظر الزيدي جولاتك خلال هذه الفتره مع الناس، لقاءاتك مع المواطنين. اكو فئه كثيره من الشباب دخلت الى الانتخابات، هي الاعمار من 97 الى 2000، هاي الاربع سنوات ربما ستايلها او ترتيبها يختلف عن الشباب الباقين، تربوا على بيئه فيسبوكيه وانترنت وغيرها من هاي الاشياء، ايش قد تعول عليها، خصوصا ان الارقام تتحدث عن 4 ملايين مواطن هم من هذه الفئه. طبعا اكيد، واريد بعد ما اجيبك اعقب على بعض المفردات المهمه اللي قالها زميلي. نعم نحن نعول على هذه الطبقه من الجيل الجديد، الشباب الذين لم يروا في حياتهم اي نعمه سوى احتلال. طبعا فتحوا عيونهم على جل الاحتلال، خرج الاحتلال، جاء داعش، خرج داعش وبظل هذا الوضع المزري، لا امن، لا خدمات، لا ماء، لا كهرباء، لا تعليم جيد. فهذا الجيل للاسف الشديد يعاني من كبت حقيقي، أنا شفته، جيل يريد يطلع، يريد يطير بس ما عنده جناحات، يحلم بالطيران ما يقدر يطلع من منطقة لمنطقة خوفا من اعتقاله أو خوفا من قتله أو خوفا من خطفه إلى آخره. هذول نعول عليهم نعم بالانتخابات ونستهدفهم إن شاء الله في المرحلة القادمة، وإحنا استهدفناهم الآن من خلال السوشيال ميديا، دخلنا لهم طبعاً عن السوشيال ميديا من 2008 بالفيسبوك، ما كان طبعاً العراقيين موجودين بكثرة بعد 2012 أو 2013 بدأ العراقيون بالفيسبوك. هذا الجيل من الشباب علينا أولاً أن نعزز فيهم الروح الوطنية. طيب. من خلال أنه مخيمات كشفية، هذا ما موجود عندنا، صارت مخيمات كشفية، أجيب ابن البصرة وابن الناصرية أقعد بمخيمات كشفية بالأنبار، أجيب ابن الأنبار وابن صلاح الدين أسوي المخيمات كشفية. أنا أقول لك شرح تستفيد. المخالطة كان في السابق الجيش العراقي وبعض الوظائف هي تؤدي إلى الاختلاط بين المسيحي والمسلم، بين المسلمين كافة طوائفهم، بين العربي والكردي والتركماني والأيزيدي والآشوري إلى آخره. الآن لا، هذا الجيل خرج ما شايف الآخر، مؤدلج وما شايف الآخر. تقول له من هو الآخر؟ يتخيل يختلف عنا مثلا بطريقة الكلام، يمكن بالشكل، يمكن بالمفهوم، ما يعرف هو مثله مظلوم، هو مثله خائف، مثله محروم، مثله مطارد، مثله مضطهد، ما يعرفون هذا الشيء. ولذلك هذا واحد. هذا بالنسبة اللي ذكر الزميل بالنسبة للميزانية الريعية والسوق المفتوح العراقي. طبعا سوقنا احنا مو مفتوح، احنا سوقنا مشقوق في في شق في شرخ كبير بالسوق العراقي. طبي اشياء، انا جيت هسه اشوف السلع الصينيه الرديئه، وين الرقابه والتخطيط عن هذا والتقييس النوعيه زين، وين الرقابه عنه؟ طيب احنا شركات مليانه الشارع، اجلكم نفايات السيارات دزونا اياها العراق، سياره هالقد اسمها سايبه، اسم على مسمى، يقودون يطلعون بها 5-6 يومية مقلوبة وصار حادث، ليش؟ التقييس والسيطرة النوعية ما جاي يشوفونها. عين احنا مو ضد الدول اللي تنتج وكذا، لا، بس على عيني وعلى راسي من الآن وطالعا إن شاء الله يجب أن نتبنى سياسة اقتصادية حازمة مع المواطن مو ضده. أولا أنت يا شركة الفلانية، سواء أي كانت، سيارات، مراوح، تلفزيونات، تريدين تصدرين للعراق؟ ممنوع تفتح لك فرع بالعراق، شغل بيه ابناء العراق. نسبه تشغيل العراقيين على نسبه لا تقل عن 80%. طبعا مواصفات اللي موجوده بالشركه اللي تندز لاوروبا تندز للعراق، مو زباله السلع تجي للعراقيين وكذا. لذلك مثلا شنو النوميه احنا والفلفله، خلي اتحدث بلغه الناس اللي انا وياهم بالشارع نشوفهم، النوميه والفلفله نستوردها؟ لك عالم ما عنده فلوس تسافر نوميه، تسافر لي من ايران ومن سوريا ومن من ما اعرف من وين ومن الخليج تجيني للعراق، بطل ما يجيني من برا. تمر العراقي هذا اللي كانت الناس تحلف به، اروح بالسوق كله تمر سخت ايران، وسخت ايران على عيني وعلى راسي، ما اختلفنا. بس احنا ليش القطاع الزراعي هاملينه؟ كل شبابنا بالقرى، يعني انا اقول لك عمامي بقريه يعني وبالجنوب وكل القرى، شوفوا الاراضي اصبحت سبخه. وعندما سالتهم ليش؟ قالوا والله الاولاد كلهم راحوا للجيش وللشرطه وما اعرف شنو، تركت الزراعه هم. ليش؟ هم لو معززين دور الفلاح بالحياه
لو مطينه لو داعمينه. بس نرجع للمال السياسي الفاسد. هذا لما يدعم الفلاح ما راح يستفيد من عنده شيء، بس هو لما يدعم الشركه الفلانيه الجاره اللي يستورد من عندها راح ياخذ كوميشن. طيب، وهاي هم شغله ثانيه مهمه. خل ارجع لاستاذ نبيل، وعدتك بقضيه طرح نقاط فيما يخص تعظيم الموارد. اليوم العراق فيه كثير من المنافذ اللي ممكن يستفاد من عندها في تعظيم الموارد. صح. وين يصير الخلل؟ شلون تقدر انت تقدم رؤيه لتعظيم هذه الموارد؟ والله استاذ قلت لك، هي تبدي هي بالطريقه تطبيق الاقتصاد. فقلت لك الدستور يفرض سياسه الاقتصاد الحر وذاكرها بهالبساطه بدون تفاصيل اكثر. يعني ربما القوانين توضح هذه البساطه. اي مو يعني قصدي هو ماكو قوانين اصلا بخاصه هذه، ماكو قوانين يعني ابد. بس اكو فد انا ولو اتبنى يعني فد مدرسه اقتصاديه اخرى اللي هي قريبه على اقتصاد السوق الحر ومنحازه لها، يسموها الليبراليه الاجتماعيه او الليبراليه التضامنيه. طيب، هذه الليبراليه الاجتماعيه والتضامنيه هي تنحاز للاقتصاد السوق الحر، بس هي بها اداره للراسماليه، يعني اداره وتشمل قطاع عين العام والخاص. لان الراسماليه الحره تشمل بس الملكيه الخاصه، يعني بس قطاع خاص. طيب، يعني كل قطاع حكومي ماكو، حتبقى الدوله فقط امن وقضاء وكذا. يعني هي هاي طبعا الرؤيه تتعلق بالسياسه، طبعا الاقتصاد وتدري روح السياسه. طيب، فاحنا نريد ما نريد نطول عليكم، يعني اكو بعض مجموعه من المقترحات اللي احنا نطمح انه نقدمها بالبرلمان، نطمح نقدمها بالبرلمان هاي، لان احنا كنواب يعني كنائب مفرد او يسائرون تبقى اليه تشريع القوانين مرتبطه بمجلس النواب بالكامل. يعني احنا انا ما اقدر اتبنى شيء للناس، وانا بس علي اقدر اطرحها على الكتله، والكتله نقنعها واكيد راح تطرحها وتبقى الموضوع يتعلق بالمجلس بالكامل اللي يمثل كل العراق. فاحنا ما نريد نطول عليك. هو باختصار اي نعم. مثلا عندنا احنا شركات وزاره الصناعه، طبعا كل الحلول اللي قدمتها الدوله للشركات وزاره الصناعه يعني ما جابت نتيجه. طيب، بعضها يعني بعض النتائج الايجابيه، بعض الشركات حاولت يعني تقدر تنتج وتصير ربحيه، بس تريد الدوله تحاول انه تخلي هاي الشركات تربح وتسدد نفسها، وكلها اكثرها شركات خاسره يعني وصناعتها رديئه. يعني مو بالمستوى المطلوب. طيب، ودائما يعوزون السبب انه لان طيب الحكومه لها ايد. فانا بس اسالف لك هاي الموضوع، انت اليوم شركات وزاره الصناعه وانت متجه الى سوق حر، افرض هاي الشركه اعرضها للمساهمه العامه، اعرض هاي الشركات للمساهمه العامه، خلي تصير 50% 50% حكومي. وهذا من يساهم؟ عام يساهم، الموظف البسيط يساهم، ما عنده وظيفه يساهم، موظف داخل الشركه. نعم. يعني رؤوس الاموال البسيطه ليش تجيب لي انا عقد شراكه ودانطيه المستثمر رايحه كل وارداتي؟ يعني يوم اللي نجحت تروح كل وارده. فهاي نقطه مهمه. وضحت الفكره. نعم استاذ نبيل، اريد اسمع منك استاذ منتظر كلمه اخيره توجهها للناخب، طبعا الوقت مشى وياكم بسرعه حبيبي. الله يعمرك. اريد اسمع كلمه توجهها للناخب، للناس اللي التقيت بهم اللي شفتهم. تفضل. طب بسم الله الرحمن الرحيم، احب اقول لكم يعني يا اهلي واخوتي بهذا البلد اللي يجمعنا، بغض النظر عن كل السنوات اللي مرت من ظلم وقهر وقلة خدمات، احنا عشناها سوا مع بعض، ما كنا مترفين ولا كنا اولاد ذوات. نعدكم ان شاء الله انه ما نترك حقكم ولا نترك حقنا وحق اولادنا ببطون هؤلاء السياسيين. بالتوفيق. نشكرك. احنا استاذ نبيل كلمه اخيره. طبعا راحت عندنا هواي من البرامج ما قدرنا نعرضها ان شاء الله. يعني والله احنا نقول للناس يعني هاي الانتخابات القادمه ترى هي ثوره بيضاء. نعم. يعني ثوره بدون دماء، فانتم استغلوها، ترى هاي حتاثر علينا 4 سنوات يجوز 8 سنوات القادمه. نعم. فلا تستهينون بالموضوع، يعني موضوع الانتخابات القادمه لا تستهينون به، رغم ملاحظاتكم وملاحظاتي وياكم بشأن قانون الانتخابات وعمل المفوضيه، رغم هاي الملاحظات بس لا تستهينون بيها. لا تعطون مجال للفاسد. نعم. هاي الانتخابات ان شاء الله تعالى نتمنى لك التوفيق. شكرا جزيلا المهندس نبيل جبار العلي عن تحالف سائرون. شكرا جزيلا لك، وشكرا لتواجدك بيناتنا، وايضا الصحفي منتظر الزيدي عن تحالف سائرون. شكرا جزيلا لك. شكرا صديقي. وايضا الشكر موصول لكم احبتي المشاهدين على حسن المتابعه والاصغاء، على امل ان نلقاكم في حلقات اخرى من تحت المسمى الانتخابي. الى اللقاء. شكرا جزيلا استاذ.